la physionomie du match, on n'a pas. On est sorti avec les honneurs, vu la physionomie du match. Parce qu'on voit le match lui-même. C'est vrai qu'à 20 minutes de jeu, les 20 premières minutes de jeu, lorsqu'ils ont marqué le but, il y avait un déséquilibre au niveau de nos joueurs. C'est pour ça qu'il y avait une supériorité numérique et Adedi a marqué le but. Mais juste après, on a maîtrisé notre jeu, surtout en deuxième mi-temps. On a maîtrisé le jeu. On a vu que l'équipe de Schleff est restée derrière, en bloc bas. Malheureusement, on n'a pas pu marquer le but égalisatoire. Mais je dis que je remercie les joueurs parce qu'ils ont fait un match honorable. Ils ont honoré, chacun a honoré son nom. Et ils ont honoré l'Olympique d'Arbour. Et notre accession n'est pas venue au hasard. Elle est venue avec du travail. Et la confirmation, le match d'aujourd'hui, où on a joué au football, ça s'est bien passé. Malheureusement, c'est ça la coupe. Elle a choisi l'équipe de Schleff. Et nous, malheureusement, on sort. Je dirais, il faut penser, le club doit penser à l'année prochaine, parce qu'on est en D2. Et pour mieux gérer la D2, le club va grandir, on doit grandir avec lui. المقابله ما كانتش متكافئه. الشوط الثاني حنا اللي سيطرنا على المقابله، وانت شفت المقابله والناس كامل شافت المقابله. هما لعبوا بكتله دفاعيه للوراء، هذا اللي خلى احنا نكونوا احسن منهم من ناحيه اللعب. لكن الفرص ما كانوش فرص كثيره، من كان الفرص اللي كانوا ما عرفناش كيفاش نسجلوهم. هذا اللي خلى ان فريق اولمبيك شلف يتاهل بصحته. وحنا علينا العمل للعام الجاي ان شاء الله، والفريق كبر، لازم المسؤولين يكبروا معاه. ونشكروا ثاني الجمهور اللي جاء بقوه اليوم، هذا اللي يخلي ان يساند الفريق من اول مقابله تاع البطوله حتى اليوم. هذا نشكروه على كل المجهودات اللي وساها مع الفريق، ونشكر اللاعبين على المجهودات طيل السنه، لان ضحوا من شهر جويليه هما يخدموا حتى الان، 11 شهر هما يضحوا. هذا التضحيه هذه ما جاتش هكذاك، جات الفريق او صعد للدرجه الثانيه، ولما لا المشروع تاع الفريق، المشروع تاع رئيس الفريق هو يلحق الفريق للدرجه الاولى، ولما لا. شفتوا الفريق عنده امكانيات لاباس بها، من ناحيه الفرديات ولا من ناحيه الكتله الدفاعيه ولا كتله هجوميه، كنا في المستوى. نشكر كل ما ساهم في هذا الفريق، من الطاقم الفني، الطاقم اللوجيستيكي، ولا الطاقم البيداغوجي، ولا من جهه الجمهور واللاعبين. هذا يرجع ان عندنا عائله واحده من بدايه السنه حتى اليوم. بون تو دابور اون فيليسيت اولمبيك شلف على كاليفيكاسيون تاع اليوم. احنا على بالنا بلي الماتش راح يكون صعيب دوفون اون ايكيب كي براتيك ان بون فوتبول. شفناهم ونا لانزي لي ماتش تاعهم براتيك ان بون فوتبول. وحنا كيف كيف اون افي اون اون ايكيب كي براتيك لو ميم فوتبول. احنا اليوم شفنا دو ميتون لشلف وين ماركاو الهدف تاعهم اللي كاليفيهم، ودوزيام ميتون كانت لينا وين سيطرنا على المباراه. اون كريي دي زوكازيون، مالوريزمون لا فا اون با ماركي، مونك ديفيكاسيتي. احنا لوبجيكتيف برينسيبال سيتي داكسيدي ناسيونال 2. لوبجيكتيف تاعنا درناه، وباركور اللي درناه في كاس الجمهوريه باركور اونورابل، وين اقصينا ثلاثه فرق من قسم الاول. سيتي با فاسيل. اي على فان قلت لك احنا خرجنا بليزونور، خرجنا راسنا مرفوع. نشكروا اللاعبين، كامل اللاعبين اللي بارتيسيباو، كنا حابين نزيدوا نمشيو. مالوريزمون حبست لافونتور تاعنا هنايا. مازلنا 3 ماتش في الشامبيونا نكملوهم كيما بديناهم. ان شاء الله ابري اون فا بونسي لاني بروشين ان شاء الله. بيان سور اكزاكتومون، احنا كنا حابين ديجا لوبجيكتيف اللي درناه، كنا حابين نكملو مع الشامبيونا ديال ديبي.
بدينا قبل كاع الفرق تاع القسم الثالث، بدينا في المود دو جوي مع الفرق تاع ناسيونال اون، خدمنا درنا موبجيكتيف لحقناه الحمد لله. مازلنا تروا ماتش، لي تروا ماتش هادو لينا حنايا سيتون فات راحين نفوتوهم مع الانصار تاعنا ومحبين تاع الفريق، ومن بعد عندنا يكون عندنا وقت ان شاء الله باش نخمو لاني بروش. الحمد لله يا ربي، كما قلت تاهل ما كانش ساهل، وين كنا بيان كونسونتري بيان ديسيدي بور الماتش هذا، كان على بالنا بلي ما راحش يكون ساهل كونتر اون ايكيب اللي اول شيء نحييهم على الصعود اللي حقه، نحييهم على الباركور اللي داروه، وين ما تنساش في كوب دالجيري اليمينا وتروز ايكيب ناسيونال اون. كان على بالنا بلي الماتش ما راحش يكون ساهل، عندهم دي جوار ديكسبيريونس، دي جين جوار اللي عندهم لي كاليتي، يلعبوا بو فوتبول. احنا كما قلت لك كنا بيان كونسونتري ديسيدي على الماتش هذا باش نزيدوا نكملوا المغامره تاع الكاس. الحمد لله ربي وفقنا، كنا حققنا المبتغى تاعنا في الديبي د ماتش، وسجلنا الهدف تاعنا. بعد ذلك سينا باش كانوا عندنا عده فرص، كما كان اليوم هما كانوا عندنا عده فرص باش نقتلوا اللقاء، وين مالوريزمون الحظ ما سمح لناش، مي بهذاك الشيء البليز امبورطومون كي سيناش حافظنا على النتيجه تاعنا وحققنا تاهل لنا ديال الانصار اللي جاوا بقوه. والله لوبجيكتيف البريمي اوبجيكتيف لينا حنا كلاعبين وطاقم فني، جو بونس كو لي شامبيون لو مانتيان تاعنا. كوب دالجيري كيما يقول لك هي تعيط لك، حنا ما راحش نبخلو، راح نلعبوا كاع لي ماتش كيما لعبناهم اليوم، كيما بدينا فيها من الماتش تاع سور لوزنر، نأدوا دورنا كما ينبغي، وإلا كانت لينا ماذا بينا ما نبخلوش حنا. الجمهور يعطيه الصحة، وين كان سند قوي لينا، خاصة في الأوقات اللي كنا شوية بيرتيربي، الحمد لله كان سند قوي لينا وين ساعدنا ونهدوا له التأهل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نظن أنه حقيقة تأهل صعب بغض النظر عن القسم اللي يلعب فيه المنافس. أولا قبل كل شيء نهنئهم على الصعود تاعهم القسم الثاني، فريق محترم، فريق لاباس به، اللي يلعب كرة جميلة، فريق منظم. كنا ندركوا أن المباراة راح تكون صعبة لينا وعلى الفريق الخصم، مباريات كيما هذه الأهم فيها هو الفوز، مباريات اللي تلعب على دي طاي صغار. نظن أنه كان عندنا فترات قوة اللي قدرنا نسيروها وقدرنا نسجلوا فيها هدف، كنا قادرين نزيدوا نسجلوا أهداف أخرى، وفتنا في فترات اللي ضعفنا فيها شوية، كان تراجعنا للخلف لكن سيرناها بذكاء والحمد لله. مباراة اليوم اللي لو ميريت روفيان وجوار اللي قدموا شيء اللي عليهم، بذلوا مجهود كبير، الأنصار تاعنا اللي سندونا طيلة أطوار اللقاء، الحمد لله إن شاء الله القادم يكون أفضل، وإن شاء الله الأنصار تاعنا يبقاو مسندينا فيما باقي من تحديات، لأنه لحد الآن مازال ما ضمناش البقاء تاعنا في البطولة. إن شاء الله يكون المباراة هذه وتأهل مفتاح من مفاتيح ضمان البقاء اللي راح يرفع عنا المعنويات، نزيدوا نخدموا إن شاء الله أكثر باش نقدموا شيء أفضل من هذا، ونضمنوا البقاء تاعنا أولا، ونخموا في البروشان ماتش إن شاء الله كاع لي ماتش نلعبوهم أفون، ونسيو نربحوا لو ماكسيموم والقادم أفضل بإذن الله.